انتهى عصر السناكس، انك انت تاخد السلام عليكم. طلب مني كتير جدا الايام اللي فاتت اتكلم حلقة عن كيتو دايتس بالتفصيل، فكنت لازم اجيب السبورة واشرح لكم الكيتو دايتس. مبدئيا كده، انت شخص سليم ما عندكش سكر من النوع الاول اللي هو عطل تام في البنكرياس، ينفع تدخل كيتو. طب لو سكر نوع تاني وبتاخد ادوية زي الميتافورمين اتش سي ال وادوية مقاومة الانسولين وتدهور بيك الامر وحقنت انسولين، لازم تدخل كيتو بالتدريج، ما ينفعش تدخله مرة واحدة. ايا كان اي شخص نفسه يدخل الحلقة دي لازم يدخلها بالتدريج، ولازم يعرف يعني ايه كيتو دايتس. كيتو دايتس كلمة كيتو توحي الى اذابة الدهون، وفي اي نظام غذائي حتى لو كان هرم غذائي او لو كارب دايتس بيحصل كيتوزيس، بيحصل اذابة الدهون. وده ليه؟ لان التانك اللي هو دايما بتكلم فيه تانك الدهون بيحصل له اذابة، وعشان يحصل اذابة لتانك الدهون لازم تانك الجلوكوز يحصل له ايه؟ على الاقل ينزل الى النصف. طب انا عندي تانك الجلوكوز ده ايه اللي بيملاه؟ السكر، الحلوى، الفاكهة، اللبن، الرايب، الزبادي، الحليب، النشويات، الرز والمكرونة، الفشار، العسل، الخضار النشوي، البطاطس، البطاطا، القلقاس، البنجر، البسلة، وكمان عندكم ايه؟ الجزر والبقوليات اللي هو الفول والعدس. كل ده بيعمل ايه؟ بيرفع تانك الجلوكوز. رفع التانك الجلوكوز دي ايه اللي بيحصل؟ لما تانك الجلوكوز يتملا او مستوى السكر في الدم بيرتفع وبيبقى زايد عن احتياج الجسم، يبقى الجسم بيبدا يحول ايه؟ يخزن السكر ده الزايد في عن احتياج الجسم في صورة دهون، وبيملى تانك الجلوكوز. طبعا ما بيخزنوش في صورة دهون مره واحده. ايه اللي بيحصل؟ بيملى المخازن الاول اللي في الكبد والعضلات بالنشويات الجليكوجين، بعد كده يبدا يدخله في صورة دهون. طب يا دكتور انا عايز في اي نظام غذائي استهدف الدهون، يبقى لازم حضرتك تيجي على حساب تانك الجلوكوز اللي في دمك، يبقى لازم توقف سكر او تقلل سكر، لازم تقلل فاكهه، تبعد عن الفواكه اللي بترفع السكر في الدم زي البرتقال، الرمان، اليوسفي، الكاكا، الرمان، الحاجات دي كلها بترفع ايه؟ السكر. الدم عالي ولا عنب؟ يا دكتور اللبن لازم تقلل اللبن، الحليب لازم اقلل الحليب، والفاكهه واللبن عندي اعتراض حتى لو انت في لو كارب دايتس او هرم غذائي. اعتراضي الوحيد من معظم الناس والاطباء والدكاتره ان هم بيدوا اللبن والفاكهه على معده فاضيه. طبعا انت مريض سكر او مريض سمنه، حضرتك لازم تتناول اللبن والفاكهه بعد الاكل. ليه بعد الاكل؟ عشان دول امتصاصاتهم عاليه جدا في الامعاء وبترفع هرمون الانسولين او بترفع سكر في الدم، وده بيبقى ضد منظومه الحرق. لذلك انت مريض سكر او مريض سكر نوع اول او ثاني او مريض سمنه وعندك مقاومه انسولين، يبقى لازم تاخد اللبن والفاكهه بعد الاكل. انتهى الكلام، وقلت الكلام ده قبل كده في حلقات قبل كده فاتت، والحمد لله الحالات جايبه نتيجه وبيقولوا بيدوا ريكومنديشن جامد قوي جدا ان الفاكهه بعد الاكل فعلا خسوا عليها. ليه؟ عشان خاطر ايه؟ انا قللت امتصاص السكر في الدم، فبالتالي هرمون الانسولين اللي هو ضد منظومه الحرق بدا يستقر. اكثر استقرارا حضرتك فانت اكثر حرقا لهرمون الانسولين. بعد كده نقلل في النشويات عشان نخس، سواء رز او مكرونه عايز تمنعهم اوكي مفيش مشاكل، توقف فشار، توقف عسل، توقف الخضار النشوي عشان خاطر تبدا تدخل في حاله من حالات اذابه الدهون. اذا الكيتو دايتس مش اكل دهون زي ما الناس معتقده. الكيتو دايتس هو تقليل كميه كربوهيدرات، وانت بتفضي تانك الجلوكوز ده كن على يقين تكون حذر جدا، لانك انت كل جرام كارب بينزل او كل مستوى السكر في الدم بينزل بيتلوه خفض في الانسولين، يتلوه في المعادن التي تزن الجسم اللي هي الصوديوم، البوتاسيوم، المغنيسيوم. لذلك الناس اللي بتخش كيتو بجهل ومش مراعيه النقطه دي ظلموا الكيتو، قالوا ان الكيتو نظام فاشل، وقالوا ان الكيتو نظام فاسد، والكيتو بيبوظ الجسم. ليه بقى؟ لانك انت المعادن دي لما بتفقد بيحصل ضربات قلب سريعه، تحس انك انت دايخ، تحس ان انت مهبط، تحس انك انت ضربات قلبك سريعه، تحس ان الدهون اللي انت لسه واكلها في الاكل نزلت على قلبك. ده بفعل ايه؟ بفعل هرمون الانسولين اللي نزل. فاهمني؟
فعشان كده تم اتهام الكيتو ان هو نظام فاسد، لكن هو مش نظام فاسد، هو نظام لازم تبقى انت فاهم ان انخفاض مستوى الجلوكوز لازم ينخفض تدريجيا عشان انقل على مصدر الطاقة الاخر. طب يا دكتور الناس بتاكل دهون في الكيتو، ما طبعا انت في اول مرحلة من الكيتو وداخل كيتو من اول يوم، وعني ما انصحش بكده، لازم تعوض مصدر الطاقة المفقود. يعني انا همنع كل اللي على اليمين ده هاكل ايه؟ ما قداميش غير الزبدة احطها في البيض، والزبدة حطها في البروتين، لان البروتين والزبدة يعتبر لو كارب، واي طعام لو كارب يعتبر كيتو. تمام؟ يبقى شروط الكيتو: اقلل الكارب، ازود دهون. رقم 3، اختبر الكيتونز، يعني اختبر حرق الدهون عن طريق الفم، ريحة الفم ممررة شوية، في ناس تقول لك مقستنا شوية، في ناس تقول لي يا دكتور طعم بقي مسكر، ده حرق دهون. اختبر الكيتو ازاي؟ عن طريق الشهية، احس بشبع عشان تعرفوا، عشان يحصل شبع في جسمي او جسم اي شخص من المشاهدين اللي بيتفرجوا عليا، لازم يا اما سكر الدم يرتفع فانت تشبع، او لما سكر الدم ينخفض انت تجوع، يا اما الكيتونز اللي في دمك تعلى. ايه هي الكيتونز؟ اللي هو الدهون اللي جايه عن طريق اللي انت خزنتها طول سنين حياتك، بتتفتت بقى وتخش مصدر للطاقه دي، لو علت في دمك حضرتك بتحس انك انت شبعان تماما. رقم 3، بختبرها عن طريق المقاسات، بشوف سايز، بشوف مزورة، بشوف بنطلوناتي القديمة، بشوف تيشرتاتي القديمة، بشوف كل حاجة القديمة. آخر حاجة في أجهزة عن طريق بتقيس الكيتونز بادي في جسمك وشرايط البول. أنا ما بعترفش بيها ولا أقول لك لا، وفر فلوسك وذاكر يعني ايه كيتو، وافهم يعني ايه كربوهيدرات، وافهم يعني ايه تانك جلوكوز، وافهم يعني ايه بروتين، وافهم يعني ايه دهون. طب يا دكتور انت دلوقتي تخطيت المرحله من الكيتو من الاول، مع اني انصح واقول تاني محدش يدخل كيتو مره واحده في صفحتي، لازم يخش الكيتو بالتدريج، يقطع رز وعيش في الاول، يخلي اللبن والفاكهه بعد الاكل ويقعد فتره طويله خلاص، ويبعد عن الخضار النشوي اللي انا قلت عليه دوت، ويهتم بالخضار الغير نشوي اللي هو الملوخيه، السبانخ، البروكلي، الكوسه، الفاصوليا الخضراء، الباميه، الخرشوف، كل الخضار اللي انا ما ذكرتوش اهو معانا، ما عدا قرع العسل دفوه ممنوع. وخلي بالكم من حاجتين، الكوسه والخيار ما فيهمش الياف، وخلي بالكم من نقطه مهمه جدا من شروط الكيتو او لو كارب او هرم غذائي، انك انت لازم تاخد وجبه كامله. مفيش حاجه اسمها سناكس، انتهى عصر السناكس، السناكس ده بيرفع مستوى السكر في الدم. انتهى عصر السناكس، انك انت تاخد حاجه ترفع مستوى السكر في الدم، انت طلعت بره حاله الحرق. طب يا دكتور في الكيتو دايتس اخد سناكس؟ لا يا حبيبي، احنا نظامنا ما فيهوش سناكس، ولا اللو كارب فيه نظام سناكس، ولا الهرم الغذائي فيه سناكس. حضرتك بتاخد وجبه كامله، حتى لو فيها نشويات خدها وجبه كامله. يبقى تاخد كارب وتاخد بروتين وتاخد دهون. شايفين الثلاث دوائر جايين ازاي؟ اتحاد قوه، الاتحاد قوه. هذا الاتحاد بيجعل الجسم يبقى في حاله من حالات الاكثر استقرارا لمستوى السكر في الدم، وبالاخص الدهون اللي جوه البروتين حتى. رابع شرط وانت جوه الكيتو دايتس، رقم 4، اوعى، هكتبها لك كده، احذر علو البروتين يطلعك بره حاله الحرق. لذلك البروتين لازم يبقى لو، ولازم طبقا لاحتياج جسمك. لو انت وزنك مثلا 100 كيلو فانت محتاج من غير اي رياضه 80 جرام بروتين، فانت لما تيجي تحسب كميه البروتين انت ما قدامكش غير ايه؟ بروتين حيواني او بيضه، او البيض هو ده الجزء اللي جاي من البروتين. فانت البيضه فيها 6 جرام بروتين، وكل 100 جرام على الميزان الديجيتال بتاع المطبخ بروتين حيواني بعد الطبخ بيدوك صافي جسمك 25 جرام بروتين الى 30. 30 ده للحمه والكبده خلاص، و25 للسمك والفراخ. واحذر صدور الفراخ، واحذر اللحم الاحمر، بيحتاجوا نسبه دهون عاليه، لازم الدهون تعلى عشان خاطر البروتين يبقى قليل، لان البروتين لو زاد انت اوت حرق دهون، اوت كيتوزس. مهم جدا تبقى انت عارف دي. رقم 5 والشرط الاخير اللي انا بتكلم فيه في الكيتو دايتس، انت جوه كيتو دايتس ومقلل كميه الكارب بتاعتك، ايه اللي هيحصل؟ لازم تعوض الصوديوم، تعوض البوتاسيوم، تعوض المغنيسيوم، يبقى لازم تعوض الليمونه بليمونه مخلله او بتساوي معلقه ملح هيمالايا. البوتاسيوم تعوضه عن طريق اكل البقدونس، الجرجير، الكرفس، الملوخيه، السبانخ،
ولازم تاخد معلقه ملح البوتاسيوم. ايه معلقه ملح البوتاسيوم دي؟ ملح بتاع خاص بمرضى الضغط. ولازم تعوض المغنيسيوم اللي هو ايه المغنيسيوم عن طريق اكلك للسبانخ كتير والكرفس كتير عشان تعوض المغنيسيوم، عشان المغنيسيوم عنصر وهو البوتاسيوم لو وقعوا منك هيؤدي الى ارتفاع ضغط الدم وهيؤدي الى الشد العضلي. لذلك المكملات الغذائيه مهمه جدا تاخدها وانت جوه الكيتو. نيجي بقى لحاجتين مهمين جدا وانت جوه كيتو دايت، الفواكه. الفواكه في كيتو دايت لازم تعمل حسابك ان هو اقل السعرات واقل الكربوهيدرات في الفراوله والتوت البري، ودول بيتاخدوا بكميات صغيره كل فتره والتانيه وتكون بعد الاكل. ليه بعد الاكل؟ عشان امتصاص الكارب يقل جدا، ده رقم واحد. طب يا دكتور موقف الاجبان ايه؟ الاجبان كلها من اول الجبنه القريش او الجبنه التشيدر او الجبنه التركي الاصليه عشان في جبنات مطروبه بتحتاج في الهضم الى الانسولين، فبالتالي ممكن تكون الجبنات احدى اسباب ثبات الوزن او تعطيل معدل الحرق. لذلك لو انت هتخش برنامج الكيتو دايتس وهتدخل فيه جبنات فلازم تراعي حته انك انت لازم تاكل جنبها ورقيات ومش كل يوم، ولازم تبقى انت عارف انها ممكن تكون سبب في ثبات وزنك لانها بتحتاج في الهضم الى الانسولين. وكذلك الناس اللي بتحب تضيف الكريمه في الكيتو دايتس ممكن تثبت، لان الكريمه بيبقى فيها نسبه نشويات هم بيصنعوها كده اهوت، فما تثقش في اي حاجه ولا تقول لي ماركه مخصوصه واحط كريمه زي ما انا عايز، لا الكريمه بتثبت الوزن، احذر الكريمه. طب يا دكتور مسموح لي باللبن في الكيتو دايتس؟ ممكن نحط بعض القليل من اللبن ويسمى الكيتو الكسول بعد الاكل. لذلك انا دايما اقول اللبن والفواكه بعد الاكل. طب يا دكتور اخر حاجه المكسرات، المكسرات فيها ايه؟ كارب قليل، بروتين، دهون. لو انت مقفور في البروتين وقلت لكم الشرط رقم 4 على البورد على السبوره انه اوعى تكتر من البروتين عشان ما تطلعش بره حاله الحرق، لو انت بتاخد المكسرات لازم تبقى مراعي ان فيها نسب بروتين ونسب دهون ممكن يطلعوك بره حاله الحرق، لان احنا في برنامج اسمه لو كارب لو بروتين، خلاص اوفر فاتس، كل فاتس ولكن كل فاس لحد الشبع مش لحد القرف. يبقى اذا الكيتو دايتس يبقى احنا بنقلل في البروتين وبنقلل في الكربوهيدرات. يا رب تكون الحلقه مفيده. لو انت بقى واحد جديد وعايز تدخل كيتو ارجع لحلقه اللو كارب، او هعمل لكم حلقه بالتفصيل عن اللو كارب دايتس، ولكن اللي فاهم الحلقه دي يقدر يخش لو كارب دايتس، يبدا يمنع عيش ورز ومكرونه وياخد اللبن لحد من ربع الى نص كوبايه، والفاكهه ياخد الفاكهه عدا اللي هي ممنوعات من الفاكهه اللي انا قلتها في اول الفيديو، راجع اول الفيديو، وفي حدود ثمرتين الى ثلاثه، وياخد الموضوع بعد الاكل، وياخد مكملات غذائيه مالتي فيتامينز، ويتابع وزنه ويتابع صحته، وياكل من الخضريات الخضراء، وياكل من الخضار الغير نشوي، ويبعد عن الخضروات النشويه. كان معكم دكتور احمد عبد الباري. عجبتك الحلقه شير لايك سبسكرايب، فعل الجرس في قناتي، شاهد جميع الحلقات واعمل دعم، ودعمنا بلايك عشان اللايك بيفرحني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.